ومحطتنا التالية لليوم مع موهبة قدرت تتحدى وتصمد وتكون أقوى رغم كل الظروف، ومع إيد مدت وكملت هالطموح ليكون للنجاح والتحدي طعم مختلف. هالإيد بصبايا كان إلى دور، وهن صبايا صبايا العطاء كان عنوانهم هيدا العطاء. أكيد كان كمان عم نحكي عن المعرض الأخير اللي أقامته نعم جمعية صبايا العطاء للفنان الشاب الموهوب عمر العجان اللي حمل عنوان طموح يتحدى. لنتعرف اليوم أكيد عن هالتجربة الجديدة اللي عم يقوم فيها المجتمع المدني. بصيرنا يكون معنا بالاستوديو عليا خير بيك مديرة جمعية العطاء التنموية الخيرية. أهلا صباح وسهلا فيكي، الخير، يسعد هلا. صباحك. ورئيس الحسن المنسق الإعلامي للجمعية، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا صباح فيكم. الخير لكم، ميلاد مجيد إن شاء الله. ميلاد مجيد وسنة مباركة إن شاء الله عليكم يا صبايا، عليكم ينعاد وكل عليكم، وأهلا السوريين. وسهلا فيكم. هلا. بالبداية من عند حضرتك عليا، خلينا نحكي عن هالمعرض، كيف تم التنسيق، ونحكي عنه بشكل تفصيلي أكثر. هلا عمر من طلابنا المميزين يلي نحن كتير بنفتخر فيهم، اجى لعنا اول شيء لحتى يتعلم لانه عنده صعوبة تعلم. نعم شافته صبية هي متطوعة بالجمعية، نعم قالت لي انه شوي صعب يتعلم، فجربت تشوف شو مواهبه لحتى نعوض بشي تاني. فطلع الولد بيرسم بطريقة كتير حلوة ومميزة. عمر عنده مشكلة صحية طبعا، هو مشان هيك ما كتير بيقدر يتعلم. موهبته نحن تعبنا عليها بفضل أنستو يارا عبد القادر، ساعدته كتير، دعمته، وقررنا نعمل له معرض لأنه كان حلم من أحلامه أنه بس يكبر يعمل معرض. فقلنا له لا، ما تكبر لحتى تحقق أحلامك، هلأ هلا بنحققه. نحقق لك الاحلام. حلو كثير. كمان نحن اكيد الكاميرا الاخباريه كانت موجوده بالمعرض ونقلت لنا الاجواء، فبدنا ندعيكي عليا يلا انت ورئيسه لتشوفوا معنا طبعا تقرير صورته زميلتنا لينا شيبون. خلونا نشوفه ونرجع ونكفي. بعين واحدة قدم لوحاته البيضاء والسوداء وببريق عينيه اللتين لمعتا بطموح يتحدى فيه الحياة، استقبل زوار معرضه بفن حمل معه نكهة خاصة هي الذائقة الفنية لعمر الذي قدم رسوماته بكل ما تمتلك أنامله من عشق وتوق للرسم. ساعدوني جمعية صبايا العطاء، ساعدوني إنه عملوا لي معرض، كبرت لوحاتي، صارت لوحات مثل ما انت شايفه. هات شلون بعد منا صرت اتشجع يعني اكثر انه بدي كبر مستقبلي. انا قبل ما لما كنت ارسم مر علي الظرف، انحرق بيتنا. لما انحرق بيتنا طلعت هيك انه ضليت ما غيرت مستقبلي، ضليت مصر انه ضل عم برسم، ما غير شيء، ضليتني عم برسم. الحمد لله هلا انا هيك صار عندي معرض. عمر الذي جسد ذكريات طفولته في حي ساروجة الدمشقي ومنزله الذي احترق يخطو اليوم ليحول موهبته إلى إبداع فني بكثير من الحب والعطاء. عمر رجع جمعية حتى يتعلم لأنه هو عنده صعوبة التعلم، يعني من وقت ما كان صغير وضعه صحي ما سمح له، وقت كان عمره 2 سنين صار معه ساد ولادي فانضربت عينه اليمين، وهلأ هي العين مستأصلة، فعمر بيشوف بعين واحدة. وبعد فترة صار عنده شحنات كهربائية زايدة بالدماغ، فعمر ما قدر يكفي دراسته بالمدارس لأن الأنسة ما كانت تقدر تستوعب إنه عمر استوعابه بطيء عدا عن باقي الطلاب يعني اللي بيكونوا معه بنفس الجروب، فأهله ما كفوا تعليمه. رجع جمعية حتى يتعلم، فأنا استلمت لعمر. فبأول لقاء كان بيني وبين عمر رسم فنجان القهوة اللي عم تشرب منه أمه، فبأنه يعني بعرف بالرسم قلت له إنه أنت عندك شي حلو، يعني أنت عندك موهبة إنه لازم ندعمها، لازم نسقط الضوء عليها.
فاقترحت على علي انه نشوف بعد رسمات لعمر. عمر من الحالات اللي استقبلتها وابدا موهبه كثير حلوه بوجوده معنا. معرض اليوم نحن عم نشتغل فيه ليكون راعه يتوجه لحتى نقدر نساعد عمر يكمل موهبته ويصير فنان كبير، وبنفس الوقت لحتى يساعد رفقاته بالجمعيه ونقدر نقدر ما نوضح مواهبهم عنا بالجمعيه ونبرزهم كمان بالمجتمع مثله مثل غيره. هو الطموح والتحدي الذي كان بوصلة عمر ليجسد بإبداع فنه مشاهد الحياة التي اختصرت بلوحاته إلى لونين يجسدان معنى الحياة ببياضها وسوادها. يعني من بعد ما شفنا لقطات من المعرض ولقطات مع عمر، هيدي الموهبة الرائعة يلي احتضنتوه أنتو كصبايا، بدنا نقول شكرا لكل حدا كمان سانده من أنسات ومن متطوعات. رايسة، خلينا شوي نتعرف أكثر على شخصية عمر، نتعرف على عائلته، نتعرف على هي الموهبة يلي ما خليته الحلم يتأجل تحقق على أرض الواقع. مثل ما كنا عم نقول، دخل هو لعنا على الجمعية، لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب. دخلنا ببداية معه من هيدا الجانب، سألنا شو بتحب تعمل بالحياة. أنا بحب أرسم. عملنا مثل تست صغير، مثل ما كانت عم تحكي آنس، فنجان قهوة، رسم والدته، بيبين معك إنه هو عنده خطوط عريضة، عنده موهبة وعنده شيء كتير حلو بحياته. عنده مشكلة صحية، مشكلة بالقلب، مشكلة بالدماغ، عين واحدة، بيرسم أبيض وأسود كتير حلو. هذا الشيء يعني نحن عم نحاول كنا إنه لا، برافو عليك ولازم تستمر. هو عم يكون يقوينا أكثر وأكثر إنه لا، أنا بقدر أشتغل. هو كلياته حياة وكلياته نشاط. مثل ما كان عم بيقول بالتقرير، هو مر بتجربة كتير صعبة، انحرق بيته بشهر 10. هي كانت نقطة تحول بما يخص عائلته وأسرته، لكن كانت نقطة تحول باتجاه الإيجاب. حتى رسماته تحولت عن شيء بخص القوس الدمشقي المطل من برندة بيته، تفاصيل حياتهم، بيته وحارته وأهله كيف كانوا. حتى هاي اللوحات كانت مشاركة معنا بالمعرض. أكيد يمكن القدر كمان حتى بدربه صبايا عم بيحبوا كمان يساعدوا هالمواهب ويدعموها. خلينا نحكي شوية عليا عن اللوحات، قد ايه أخذت وقت، كيف تم اختيارها للمعرض، ودور الأنسات. يعني شفنا هلأ في أنسات كانوا معه كمان عم يتابعوا أعماله، فكمان دوركم كجمعية تحكي لنا عنه. هلأ التحضيرات ضلت شهرين للمعرض. نحن اخترنا اللوحات، للصراحة اخترناهم كلهم لأنه كلهم كانوا مميزين وكل لوحة فيها قصة. وما حبينا أنه نميز شيء عن شيء، يعني أنه قلنا بنعرض كل شيء، نحن هي موهبة عنا وهيك شغله الشاب، فمنشوف حالنا فيه. و أنساته كلياتهم دعموه، يعني هو أنسته المستلمته يارا، بس بالجمعية في أكثر من حدا، صبايا متطوعات كمان أنسات هنين، في أنسة زينة مستلمة أخوه، في أنسة ألاء يلي هي كمان مسؤولة عن كل الحالات بدعم نفسي. يعني في أكثر من صبية وكلياتهم كانوا يشجعوا، كلياتهم كانوا كتير أثروا على عمر بشكل إيجابي. أخوه مضر كمان هو طالب من طلابنا، معه متلازمة داون، كمان هو حدا كتير ظريف ومنحبه، وكمان عم يتطور، يعني عم يتعلم هلأ أحرف وأرقام، وفي تحسن واضح. يعني بقى بدي اتشكر الصبايا كلياتهم، اكيد لولاهم ما كان صار يعني لا هالانجاز ولا هالمعرض ولا كانوا هالطلاب تطوروا. فكل الشكر لهم انه هن عم يعملوا شيء، عم يحاولوا يغيروا شيء بحياه كثير ناس، فالله يحميهم ويعطيهم العافيه. امين يا رب. ونحن بدنا نرجع اكيد نوجه لهم تحيه ان شاء الله. سنه 2017 صبايا يكون هيك يعملوا او يشتغلوا اكثر شيء ممكن باي حدا بحاجه لهم. رايسه، خلينا شوي هيك نحكي قديش مهم اليوم بهيدا الوقت يكون قلبنا مع بعض، تكون ايدنا وحده. يعني مثل ما حكينا، يعني في متطوعه وفي انسه وفي صبايا كثير عم يديروا بالهم على عمر، هيدي حاله وحده. نحن بنعرف انه في كثير حالات اكيد بتستقبلوها، قديش مهم اليوم انه نوقف مع بعض، يكون قلبنا واحد وايدنا وحده ونحس ببعض. هلا
هلا نحن عينه صغيره فينا نقول عن مجتمع كثير كبير، بلدنا دائما علمتنا نكون مع بعض ونحب بعض ونكون ايد واحده مع بعض، فجمعيتنا خلينا نقول هي نموذج كثير صغير، هي المحبه اللي شفناها وهذا الدعم اللي قدمناه لعمر نفسه بنقدمه لكل الاطفال، بس اللي اعطانا حافز يمكن نروح شوي هي الفتره لعمر انه مثل ما كانت عم تقول عليه انه انا يا الله حلمي انه بس اكبر يا رب هيك وصير عندي مشروعي الخاص واعمل معرض، هي الصور هلا بحاجه لمعرض، هي اللوحات هلا بحاجه لمعرض، نحن مهتم فيهم كل حدا حسب احتياجته، كل حدا حسب قدرته موهبته وقدرته على العطاء فعليا، اسمنا صبايا العطاء وهلا معنا شباب نحن كمان مو بس صبايا بالفريق عم نحاول نقدم الصبايا هن كل المجتمع مو بس عندنا بالجمعيه الصبايا هن طاغين على الكل، حتى لما تشوفي لوحات اللي بالمعرض بتعطيكي ايحاء، هلا عم نشوف الصور بعد ما تعلقت انا وعليا انه اعطانا ايحاء انه شو الشيء اللي خلى مثلا عمر يرسم الات موسيقيه، راقصه باليه، ميلويه، معناتها هذا الشيء هذا الشاب او هيدا ما رح نقول له طفل بيزعل، هيدا الشاب الحلاوه اللي عندنا اياه بالجمعيه عم يفكر انه شيء بحب الموسيقى، فرحنا رح نحاول نوعا ما انه كمان نستجر منه اذا هو بيحب هيدا الشيء لحتى نتابع معه، مثل ما قالت عليه كمان مدر معانا بالجمعيه، مدر بتحسي بسعاده كثير كبيره لما بلش يتعلم الارقام، الالوان، المكعبات، الصور، فلحاله انجاز بالنسبه لنا، قلتي لنا سنه 2017 لسه ما اخذنا راحه ومبلشين هلا بلشنا من امبارح نجتمع ونحط خطط لل 2017 يلا ان شاء الله ان شاء الله. نحن عم نشوف اكيد صور من الفعاليه او المعرض اللي انتم قمتوا فيها، عليا قد ايه مهم اليوم دور المجتمع المدني حتى فعلا يدعم هي الحالات الانسانيه والمواهب خصوصا عند الاولاد، يعني الولد او الطفل هلا السوري بحاجه كثير مين يمد له ايد العون لحتى يطلعوا من هذا يمكن الحرب جو الظروف اللي عم نعيشها، فشو دور المجتمع هلا المدني؟ اكيد هلا مجتمعنا بالنهايه هو بيكمل بعضه، يعني اليوم لما ببلش المجتمع المدني يشتغل او يتعب على اي شيء وخصوصا الاطفال بنكون عم نضمن انه الجيل القادم يكون جيل منفتح، جيل متعلم، جيل ما عاد عنده مشاكل نفسيه، لانه اليوم هن عم يكبروا قبل اوانهم للاسف، عم يشوفوا شغلات ما المفروض يشوفوها، عم يتعرضوا لظروف بشعه، فنحن بنحاول نخفف هذا الشيء لحتى لما يكبروا يقدروا يعمروا لنا بلدنا، ما يكونوا متأثرين، يكونوا ناس أوعية واثقين من حالهم من قدراتهم. نحن بالنهاية صبايا، نحن أمهات المستقبل، في معنا أمهات الحاضر، أكيد بنحاول نعاملهم لهدول الأولاد مثل ما رح نعامل أولادنا ومثل ما بنعامل أولادنا، فأنا بقول أنه كتير مهم المجتمع المدني يتحرك ويشتغل، وبدعي الكل أنه يتطوع ويعمل شيء معنا مع غير الجمعيات مع منظمات، لأنه كتير مهم نحن اليوم نتساعد كلياتنا نمد إيدنا لبعض، يعني هي انسب فتره انه نحن نحاول نعمل شيء قبل ما يضيعوا اكثر اولادنا. صحيح، وطبعا من الناحيه النفسيه يمكن قديش مهم، اكيد كثير مهم دعم نفسي، يعني هو قبل اي شيء بيجي، وانا اليوم كمان بدي اتشكر كثير كل اللي دعم عمر، مو بس نحن كجمعيه كمان في نحن معنا شركه بيكسل ممدوح الدور بتشكره كثير يلي عمل برومو ودعمه وقعد معه مطولا، بتشكر كمان صديقي الياس عيسى اضاءه وصوت يلي ساهموا بالمعرض لحتى ينجح، بتشكر اللي حضروا المعرض لبوا دعوات تيم سبيريت وقاسيون مول عبد الرحمن نعال اصدقائنا كلياتهم، بتشكرهم كثير لانه فعلا دعموا عمر وحسسوا انه اليوم عمر انت مانك بحاجه لحسنه، انت اليوم بتعمل شيء بتنجز فانت بيجيك مقابل تعبك شيء لحتى تكمل، دعم اعلام كمان بتشكره كثير اللي اجى غطى هاي الفعاليه واهتم فيها، لانه كان كثير مهم انه هو يحس انه هو فعلا حدا مهم وقادر يتابع وقادر يعمل وبيلاقي اهتمام من الجميع، فكتير دعمتوا بتشكركم كلياتكم. اكيد، ونحن بدنا نشكر كل السوريين يلي دائما ايد وحده هن توشوا ما صار. عيسى بختام
كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل الصبايا باختصار؟ أكيد بتشكر كل حدا كان معنا بهيدا المعرض، وبشكرك على سؤالك اللي وجهتيه لعلي بما يخص الأطفال. هي مسؤوليتنا كلياتنا لحتى أولادنا يعيشوا بسلام وأمان. الفترة الماضية كنا مع دار الأيتام وعيدنا عيد الميلاد وعملنا حفل، يعني نحن انبسطنا فيهم أكثر ما هنن انبسطوا فينا. فشكرا لكل حدا عم يساعدنا لحتى نقدر نستمر. ونوعدكم 2017 رح تكون فيها كثير من النشاطات والفعاليات وخاصة ما يخص الصبايا نمبر 1. الصبايا طبعا. أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله هيك بضلوا اسم على مسمى، و2017 بتكون سنة خير عليكم. أنا بدي أشكر حضوركم معنا. شكرا لكم. شكرا لكم. شكراً صبايا. شكراً كثير لكم عليا خير بيك مديرة جمعية صبايا العطاء، وشكراً رايسة الحسن المنسقة الإعلامية. شكراً كثير لكم. شكراً صبايا.